السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرحب فيكم اليوم في حلقة جديدة من الصباح رباح، وأرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حلقة جديدة يسعدني أن أنا أكون معاكم فيها على مدار ساعة مع العديد من المواضيع والفقرات المتنوعة. خلونا نتعرف على أبرزها. للمرة الأولى عبر شبكة الإنترنت، مؤسسة قطر تعلن عن فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي الرقمي. جامعة حمد تختتم أول مدرسة صيفية افتراضية في ظل أزمة كورونا. وأيضاً كيفية صناعة المحتوى وإدارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلى البداية مشاهدينا ومستمعينا الكرام مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، ومعنا عبر الهاتف أمينة الملا المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا أمينة. صباح النور يا مرحبا. أمينة، كالعادة نتكلم عن حالة الطقس وإذا كان في أي تحذيرات لليوم. إن شاء الله. أجواء حارة تشهدها البلاد مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 42 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. الرياح السائدة لليوم تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة. عن الحالة البحرية، تكون الأجواء مستقرة داخل البحر، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 3 إلى 12 عقدة. ارتفاع الموج يكون من 1 إلى 3 قدم. وبشكل عام تكون الأجواء مستقرة خلال هذه الفترة وتكون صالحة لكافة الأنشطة البحرية والبرية. هذا والله تعالى أعلم. أمينة الملا المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية، شكرا لك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومن أحوال الطقس إلى الصحافة المحلية وأبرز عناويننا لليوم، والزميلة فوزية عامر.
نبدأ الجولة بصحيفة الراية. اللجنة العليا لإدارة الأزمات 5 أشخاص الحد الأقصى للتجمعات مع بدء المرحلة الثانية لرفع القيود الأربعاء، تطبيق إجراءات التباعد واستمرار إغلاق ساحات اللعب، افتتاح محدود للمطاعم بطاقة استيعابية محدودة. إنجاز جراحي عالمي جديد بمؤسسة حمد الطبية، أجرت عملية على مسافة 2 متر من المريض باستخدام الليزر والروبوت الجراحي. الجراحة شملت تفتيت حصوات لمريض كورونا. ناصر البن علي رئيس قسم استقطاب الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، إعلان قرارات القبول بجامعات المدينة التعليمية. استخراج شهادات الثانوية العامة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم والتعليم العالي مختومة ومعتمدة وصالحة للتقديم للجامعات. ننتقل إلى صحيفة الشرق. المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، ارتفاع متوقع للحركة المرورية أول يوليو مع تنفيذ المرحلة الثانية من تخفيف القيود. بدء التقديم الإلكتروني للالتحاق بجامعة لوسيل الأربعاء تؤهل الكوادر الوطنية لسوق العمل. الشفلح يطلق النسخة الرابعة لبرنامجه الصيفي بدءاً من الأربعاء المقبل عبر الإنترنت. متاحف قطر تستعد لافتتاح استديوهات بيكاسو، المعرض الافتراضي يستقطب زوار العالم. إلى صحيفة الوطن. برنامج لتعزيز الاستدامة أطلقته مؤسسة قطر. برامج وأنشطة متنوعة بمركز الدانة للفتيات خلال النشاط الصيفي. وزارة المواصلات والاتصالات فتح التسجيل في جائزة القمة العالمية 2020. لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر تستعد لاستئناف نشاطها. ننتقل إلى صحيفة العرب. قطر الخيرية تعيد الابتسامة لوجوه 20 فلسطينياً استفادوا من مشروع تركيب العيون الصناعية. الدكتور محمد العامري المدير الطبي لطوارئ الأطفال بمؤسسة حمد الطبية، يجب عدم ارتداء الأطفال ما قبل العامين الكمامات حفاظاً على سلامتهم. نصح أولياء الأمور بعدم اصطحاب أبنائهم إلى المجمعات والأسواق. مركز مناظرات قطر ينظم معسكراً صيفياً لطلبة الثانوية من 3 دول خليجية لضمان استمرارية الحوار وتعميق المضمون المعرفي في نقاش القضايا. خبراء ومختصون، تماسك الأسرة صمام الأمان لحماية الأبناء من الانحراف في حملة توعوية لوزارة الثقافة والرياضة حول مكافحة إدمان المخدرات. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. مرونة بالتسجيل بالعنوان الوطني للأشخاص المتواجدين خارج البلاد، التسجيل شرط إنجاز المعاملات. المحاكم تستأنف جلسات التقاضي وسط إجراءات احترازية. محامون اشتراطات المجلس الأعلى للقضاء تحفظ سلامة المتقاضين وتسرع العدالة الناجزة. المخطوطات وإثراء المعرفة العلمية في مكتبة قطر الوطنية، فعاليات ثقافية وتعليمية خلال يوليو. بلدية الخور والذخيرة تبدأ أعمال ردم مستنقع بمدينة الخور، جهود مكثفة للنظافة تنفذها أجهزة وزارة البلدية والبيئة. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، من ضمن فقراتنا لليوم، أعلن التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي للمرة الأولى عبر شبكة الإنترنت، والذي تقام فعالياته خلال فترة ما بين 5 إلى 30 يوليو المقبل للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 سنة. لحديث أكثر يسرنا أن تنضم إلينا غرور عبد الواحد المتحدث الرسمي للشؤون الأكاديمية في التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر. صباح الخير يا غرور. صباح الخير حنان، يا هلا.
بالتأكيد أول شيء رحب فيك معنا في البرنامج، ونبي نتكلم أكثر أو نعطي المشاهدين والمستمعين الكرام نبذة عن المخيم الصيفي وأبرز الفعاليات المصاحبة. نسعى في مؤسسة قطر وتحديدا في التعليم ما قبل الجامعي لخلق بيئة تعليمية ترفيهية لطلابنا في إجازة الصيف. طبعا كل سنة كنا نلتقي بالطلاب بمخيم صيفي في أرض الواقع، نظرا للوضع الراهن فقررنا أن احنا نتمسك بفكرة الظهور لطلابنا، ولكن هذه المرة عبر الانترنت أو ما يسمى بالفيرتشوال كامب ومخيمنا الصيفي. بالنسبة للبرامج والأنشطة المقدمة فتم اختيارها بعناية، وهي متنوعة بين برامج تعليمية وترفيهية. بالنسبة للحصص التعليمية فعندنا برامج متنوعة في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى حصص تعلم اللغات من معهد اللغات التابع لجامعة حمد بن خليفة في مؤسسة قطر، كما أن هناك صفوف لتعلم نموذج الأمم المتحدة، ولأول مرة ندعم المخيم بحلقات دينية بالتعاون مع مركز أجيال. بالنسبة للبرامج الترفيهية فعندنا ممكن للطلاب ممارسة الرياضة الافتراضية عن طريق أو بالاشتراك مع الجيل المبهر اللي قدمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث. بالإضافة لذلك عندنا حصص كثيرة في تعلم المسرح والموسيقى والفن والطبخ. غرور جميل هذا التنوع، يعني نشوف جميع الأنشطة والفعاليات المختلفة ما بين الموسيقى والرياضة وغيرها. طيب خلينا شوي نتكلم عن موضوع التسجيل، لين متى التسجيل مفتوح؟ شنو شروط وآليات التسجيل؟ بإذن الله مثل ما ذكرت حنان راح ينطلق مخيمنا لهذا العام من 5 يوليو ل 30 يوليو. آلية التسجيل راح تكون عبر الموقع الإلكتروني. بعد التسجيل المفتوح ستتاح فرصة للطلاب للحصول على مجموعة واسعة من الحصص المجانية. طبعا قلنا سابقا العمر أو الفئة العمرية من 5 سنوات ل 18 سنة، أي من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الثانوية. ونرحب بجميع الطلاب من جميع مدارس دولة قطر الحبيبة، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة. غرور هذه الورش أو هذه الدورات اللي أنتم تقدمونها، هل هي تكون أونلاين يعني تكون لايف، ولا هي دورات مسجلة يعني مثلا ممكن يلجؤون لها في أي وقت، ولا عندكم أوقات محددة؟ بالنسبة للورش أو الحصص ستقام من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء. نعم. ذكرتي عن نوع الورش أو الحصص، بعضها راح يكون مباشر لايف وبعض الحصص راح تكون مسجلة. حلو، يعني ممكن يدخلون يشوفونها أي وقت. صحيح. طيب خلينا شوي نتكلم عن أهمية يعني مثل هالأمور، يعني مثل ما أنت عارفة غرور يمكن إحنا بعد يومين بندخل في المرحلة الثانية من بدء رفع القيود الاحترازية، لكن حرصت وأشد الحرص على موضوع سلامة الطلاب. خلينا نتكلم شوي أكثر عن أهمية وجود هذا المخيم الصيفي عبر الإنترنت، يعني بمعنى آخر الأهداف اللي تسعون لها. طبعا خلق المخيم بأهداف. تفضلي. صح، خلق يمكن المخيم بأهداف عديدة، منها خلق بيئة آمنة مثل ما ذكرتي بالذات في الوضع الراهن للطلاب ولسلامتهم. نعم. بالإضافة لاكتشاف مواهب الطلاب وصقلها وتوجيهها بالطريقة الصحيحة، كما أننا كنا حريصين على الشراكات مع مؤسسات ومراكز سواء داخل مؤسسات قطر أو خارجها، وتعريف الطلاب فيها وبأهم المقام أو بأهم المهام اللي تقوم فيها هذه المراكز والمؤسسات. نعم غرور، عادة مثل هذه المخيمات الصيفية تبرز لنا بعض القادة يعني وتبرز لنا بعض المواهب، كيف يتم تعزيز مثل هذه المهارات واستثمارها الاستثمار الأمثل؟ طبعا أحب أنوه بأن في هذا المخيم أو المخيم سيطلق فرصة فريدة من نوعها، وأنه يقدم حصص للطلاب الجفتد أو الموهوبين. نعم. بالإضافة لذلك تأكدنا أن في المخيم الحصص ستقدم من قبل نخبة من المعلمين والمدرسين ذوي الخبرات الدولية، مما يؤكد لنا أنها راح تكون على جودة عالية، وراح أيضا تساهم في اكتشاف مواهب الطلاب مثل ما ذكرتي وتبنيها للمستقبل وتشكيلها وخلق بيئة إيجابية لها في المجتمع.
جميل جدا، غرور. والأجمل أيضا هو تواجد يعني مؤسسات مختلفة في جميع التخصصات، يعني جهات مختلفة. خليني بس أتأكد أو نوضح نقطة آلية التسجيل. مثلا ممكن حد يسمعنا الآن أو يشاهدنا، شنو آلية التسجيل؟ وين ممكن يروح يسجل؟ يعني عبر الموقع الإلكتروني ولا وسائل التواصل؟ طبعا وسائل التواصل موجودة، إذا كان حاب يستفسر عن أي شيء قبل التسجيل. نعم. راح أحب أسئلتكم في إنستغرام مخيمنا، كما أن ذكرتي التسجيل راح يكون مدفوع عن طريق الموقع الإلكتروني. بمجرد زيارته للموقع الإلكتروني راح يشوف كل الحصص اللي راح نقدمها بالفئة العمرية المستهدفة وأنواعها، وتصلح لأي نوع أو أي فئة من الطلاب. طيب ممكن هالشيء يقودنا للسؤال الأخير، دور أولياء الأمور في هذه أو في هذا المخيم، يعني هل هم ممكن مثلا يشاركون أيضا؟ طبعا في السابق مثل ما ذكرنا كان المخيم في أرض الواقع وليس افتراضي. نعم. يعني كانوا أولياء الأمور يجيبون طلابهم لين عندنا، وبعدين نتولى مهام أن نشغلهم بالحصص ويتعلمون المهارات الجديدة. يمكن هالمرة دور أولياء الأمور راح يكون مختلف، فعال، بارز، وراح يكون عندهم أيضا صلاحية أنهم يطلعون على ما يقدم في المخيم، يطلعون على مواهب أبنائهم، شنو قاعد يسوون الطلاب خلال فترة إجازة الصيف. جميل. غرور، كلمة أخيرة تختمين فيها الحوار. مخيمنا مفتوح للمجتمع ككل، نرحب بأولياء الأمور والطلاب، ونتمنى أنهم يشاركون معنا في مخيمنا لهذا الصيف، لأنه راح يكون مختلف من نوعه بإذن الله. غرور عبد الواحد، المتحدث الرسمي للشؤون الأكاديمية في التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، شكرا لك. مشاهدينا، ونبقى مع مؤسسة قطر، حيث اختتمت جامعة حمد بن خليفة دورة تصميم الوضع الطبيعي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة كوفيد-19. خلونا نتابع. اختتمت جامعة حمد بن خليفة دورة تصميم الوضع الطبيعي لمرحلة ما بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، وهي أول مدرسة صيفية افتراضية في المنطقة. وعقد هذا البرنامج خلال الفترة من 31 مايو الماضي إلى 25 يونيو الحالي، بهدف البحث عن حلول جديدة لمجموعة من القضايا التي أثارتها الجائحة، وتحديداً تلك المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشهدت المدرسة الافتراضية مشاركة 111 طالباً بواقع 57 طالبة و54 طالباً ينتمون لأكثر من 20 دولة. وقسم طلاب المشاركون إلى مجموعات مكونة من 20 شخصاً، كلفت بتطوير مشاريع قائمة على حلول التصميم بناءً على أهداف التنمية المستدامة المختارة. وشهد البرنامج الذي استمر لمدة شهر عقد ندوات إلكترونية مع متحدثين ضيوف رفيعي المستوى، وورش عمل إلكترونية، وبرامج تعاونية بين المشاركين في البرنامج. وخلال كل مرحلة من تلك المراحل أتيحت للطلاب الفرصة للمشاركة في نقاش مفتوح لتطوير المهارات اللازمة القائمة على التصميم. مشاهدينا ومستمعينا، نروح فاصل قصير ومن بعدها راجع لكم نكمل فقرات البرنامج، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية، ولا زلنا في مواكبتنا لأجواء نتائج الثانوية العامة. معنا اليوم طالبتان متفوقتان من مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية البنات للحديث عن التفوق وأيضا تجربة التعليم عن بعد. في البداية تنضم إلينا عبر الهاتف الطالبة هيا خالد الكعبي. صباح الخير يا هيا. صباح النور هيا. في البداية أكيد مبارك لك
التفوق ونبارك لك النجاح في الثانوية العامة. الله يبارك فيك. هيا شنو شعورك بعد ما خلصتي؟ صراحة هي فرحة لا توصف، الحمد لله أجتزنا هالمرحلة خاصة بهالظروف، وحابة أن أنا أقدم هالتفوق والنجاح حق أمي وأبوي على دعمهم النفسي لي طول الفترة اللي طافت. يستاهلون. هيا يمكن شوي وضعكم الطالبات وطلاب الثانوية العامة السنة مختلف تماما، لكن أكيد في عوامل ساعدتكم أنكم تتفوقون، كلميني عن هالأشياء. صراحة في البداية كنا كلنا متوترين، يعني مو كنا عارفين شلون راح احنا نكمل يعني هالسنة أو شنو راح تكون نهايتنا هالسنة. نعم. لكن الحمد لله يعني الوزارة ما قصرت معانا. في البداية كان تعليم عن بعد صعب وكنا نواجه مشكلة، لكن بعدها استكملنا دراستنا على مايكروسوفت تيم وقدرنا ان احنا نكمل المنهج كامل، وخلصنا قبل رمضان وبدينا مراجعات في رمضان، والحمد لله يعني هاي حصد اجتهادنا كله. واكيد انت تستاهلين. هيا طيب، هيا يعني مثل ما ذكرتي انها كانت فتره صعبه، واكيد حتى الاستعداد السنه كان مختلف، ويمكن كلنا يعني بالنسبه لنا او في الغالب ان تجربه التعلم عن بعد كانت شيء ما نبي نقول جديد، لكن ممكن كانت السمة الغالبة على التعليم هالمرة. شلون شفتي هالتجربة؟ شلون تقيمينها هيا؟ صراحة هالتجربة أنا أشوفها بالنسبة لي إيجابية، لأن في البداية ما كان يعني كنت أنا أقدر أدرس وأجتهد بروحي في ذاك الوقت، عكس يوم كنت في المدرسة كان جهدي كله يروح الصبح يعني 7 ساعات حق المدرسة. الحين التعليم عن بعد كان أخذ 10 دقائق من فهمي مع المدرسة، والمدرسة كانت متواجدة 24 ساعة في الوقت اللي كنت أحتاجها فيها أحصلها. طبعا ما قصروا معانا كلهم، فهالشيء وايد إيجابي بالنسبة لنا إن إحنا قدرنا يعني كان عندنا الوقت الكافي إن إحنا ندرس فيه، يعني يوم كامل ما يضيع علينا، كنا نقدر نخلص أكثر من درس يوم كامل. طيب هيا بس خلينا نتكلم بعد بصراحة، يعني مثلا ساعات يعني ما مرت عليكم لحظات حسيتوا بخوف ولا حسيتوا بقلق توتر؟ شلون بنقدم احنا ثانوية عامة؟ المدرسة شلون تقدر مثلا تكمل معانا المنهج؟ اي صح، هاي الشيء واجهناه في البداية. كنا متوترين يعني وما كنا عارفين شنو راح يكون مصيرنا، شلون بنقدم في هالظروف. بس الحمد لله أهل يعني الوزارة ما قصروا معانا، وفروا لنا كل البيئة الآمنة لنا نحن نقدم، وكانوا وايد حريصين علينا حتى في فترة الامتحانات وقبل فترة الامتحانات. طيب هيا اتفضلي. المدرسات كانوا يعني معطينا وايد طاقة إيجابية حزتها، وكانوا يشجعونا يعني ما حد كانوا يقصروا معانا في حزتها. طيب هيا حددتي تخصصك؟ الكلية اللي راح تدخلينها؟ إن شاء الله حابة أستكمل دراستي في جامعة قطر في كلية القانون، وهالشيء عشان أحقق حلمي بالحصول على شهادة ماجستير في القانون كمحامية، ويكون لي دور في المجتمع وفي خدمة الوطن إن شاء الله. وأنتي كفو قدها إن شاء الله. طيب هيا كلمة أخيرة حابة توجهينها لأي شخص؟ أول شيء حابة أبارك حق زميلاتي على الجهد اللي قدموه واللي أحصدوه في هالفترة كلها، يستاهلون. وأشكر مدرساتي على وقفتهم معانا ودعمهم الإيجابي المستمر لنا، وحق مدرستي بعد على دعمهم لنا طول الفترة اللي طافت. هيا خالد الكعبي، طالبة متفوقة من مدرسة أمنة بنت وهب، شكرا لك هيا وبالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا ومستمعينا ومعانا أيضا عبر الهاتف عائشة الكعبي، طالبة متفوقة أيضا من مدرسة أمنة بنت وهب الثانوية للبنات. صباح الخير يا عائشة. صباح النور. في البداية أكيد أبارك لك مثل ما باركت حق هيا التفوق الدراسي، ونبي نتكلم عن أهم العوامل اللي ساعدتك على التفوق. أولا أبارك كل الطلبة في الثانوية العامة في الدوحة، وأيضا حابة أشكر قناة الريان على هذه الاستضافة.
وأكيد أن العوامل اللي أنا استدعتها حق النجاح والتفوق، أولا نعم. كانت التفوق بفضل الله تعالى، ومن ثم جهود المدرسة، وأكيد دعم الأسرة، وأكيد أن إصرار الطالب على التفوق واستمراره في ذلك يساعد هذا التفوق والحصول بالنسبة العالية. وكنت دائما أحرص على أن أراجع المادة أول بأول وما راكمها علي، وإذا كان عندي أي سؤال كنت دائما أتجه للمعلمات، وطبعا المعلمات ما قصروا معنا. الشيء الثاني كنت دائما أدرس بجدية حق الاختبارات القصيرة أو الاختبارات التجريبية، فكانت هي عبارة عن اختبارات تحدد مستواي ومدى فهمي للمادة، فهاي الشيء جدا فادني. حلو عايشة. طيب شلون كانت تجربتك في التعليم عن بعد؟ يعني تحسين كان الموضوع سهل؟ حسيتي شوي في صعوبات؟ حبيتي التجربة؟ الصراحة التعليم عن بعد كان شيء تقريبا جديد علينا، ولكن في بعض الأحيان يكون في قلب المحل بعض المنح للطلاب، فالمحنة اللي احنا شفناها في جائحة الكورونا وظن الكثير من الناس أنها بتوقفنا عن التعليم، نعم. ولكن في حد ذاتها كانت منحة خلتنا نعرف مدى قدرة طلاب دولة قطر على اجتياز هذه الصعوبات. فأكيد في بداية الأيام كان في صعوبات، ولكن بعد ما خدنا في هاي التجربة ما حد قصر معنا من معلمات ومن إدارة مدرسة، فوجدت أن هذه الطريقة من التعليم جدا سهلة وتخلي الطالب ملم بالمادة العلمية وأكثر معرفة وأكثر فهم حق المادة، لأنه يكون الطالب مو فقط متلقي للمعرفة وإنما منتج للمعرفة. جميل. طيب عايشة، هو مهم جدا الكلام اللي ذكرتيه، ما تحسين إن في أمور ثانية يعني مساعدة تساعد الطالب نفسه على أساس إن الاستذكار، تنظيم الوقت، الأمور هذه جدا مهمة، حتى البيئة الإيجابية حوله؟ شلون كان تنظيمك لوقتك عايشة؟ الصراحة في أول الأيام كنت ملخبطة شوي، بس بعد ما تعودت على التعليم عن بعد كنت أنظم الفترة الصباحية للدراسة، فكنت دائما أدخل على منصة التعليم وأشوف المطروح من فيديوهات حق المادة الدراسية، وبعدها على طول أنتقل حق برنامج التيم لأنه كان دائما في تدريبات يومية، فكنت أحرص على أني أحلهم لأن أكيد بستفيد من هالتدريبات. والأبلاس بعد ما قصروا معنا كانوا دائما يحرصون على أنهم يسوون دروس تفاعلية عن طريق التيمز يعني أونلاين، نعم. فكنا عبارة يعني في صف افتراضي بعيدا عن جدران المدرسة، نعم، ومتابعة أول بأول. طيب عاشة، شنو الخطوة القادمة؟ شنو التخصص الدراسي اللي أنت راح تكملين فيه؟ إن شاء الله الخطوة القادمة أنا أشوف أن واجب على كل طالب أنه يجتهد ويبذل ويعطي حق الدولة، لأن الصراحة قطر ما قصرت في تجهيز الطلاب بكل المهارات حق القرن 21، فأكيد إحنا لازم نبدأ، فأنا إن شاء الله راح أستمر في مسار التفوق في تخصص هندسة الكمبيوتر بإذن الله. نعم بإذن الله. عاش الكعبي من مدرسة آمنة بنت وهب، شكرا لك. مشاهدينا ومستمعينا، التعليم الجامعي أيضا في الدولة وصل بدوره إلى المستويات العالمية من خلال الإنجازات والتي حققتها جامعة قطر، وأيضا مراكز متقدمة حصدتها وفق أرقى التصنيفات والمعايير الدولية. خلونا نتابع التقرير. على مدار السنوات أظهر جامعة قطر نجاحاً متواصلاً وتقدماً في عدد من التصنيفات الدولية المهمة في مختلف الفئات، والتي تعترف بها كواحدة من أفضل الجامعات الشابة. فقد حققت تقدماً كبيراً في التصنيف الدولي للجامعات الحديثة، محتلة المركز 21 وفقاً لتصنيف QS للعام 2021 في فئة أفضل 50 جامعة لا يتجاوز عمرها 50 عام، لتقفز بذلك 10 مراكز عن العام السابق.
كما حققت أيضاً المركز 73 في تصنيف تايمز للجامعات الحديثة، محققة تقدماً بستة مراكز عن العام الماضي. هذا واحتلت الجامعة المرتبة 245 عالمياً والخامسة عربياً في تصنيف QS للجامعات العالمية للعام 2021. ويعتبر هذا التقدم عاماً بعد عام تأكيد على التفوق الأكاديمي لجامعة قطر، ويعزز الجهود التي بذلتها في مجالات عدة مثل البحث العلمي والقدرة التنافسية الدولية. وإن ذلك لا يعزز خطى الجامعة وفق الاستراتيجية الخمسية 2018-2022 والتي حددت الطرق لتحقيق استمرارية التميز في الأداء، معتمدة على المجالات الرئيسية للتعليم والبحث والشراكات مع المؤسسات المختلفة، وبما يحقق خطط وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. مشاهدينا ومستمعينا، نبقى في ذات السياق، حيث تعد عملية اختيار التخصص الجامعي المناسب في غالب الأحيان مثيرة للتوتر والخوف، نظرا لأنها خطوة مصيرية ستحدد مستقبل الكثيرين إلى الأبد. حول كيفية اختيار التخصص الجامعي معنا اليوم عبر الهاتف هند المطوع، مستشار في التنمية البشرية. صباح الخير يا هند. يا مرحبا، صبحت الله بالنور والسرور. هلا مرحبا اختي، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك هند. في البدايه اكيد احنا يمكن قبل شوي كنا مستضيفين طالبتين عندنا متفوقات انهوا المرحله الثانويه، يمكن هذه اهم التحديات اللي تواجه الطلاب. خلينا نتكلم شلون الطالب يقدر يختار التخصص المناسب له. نعم، هي مرحله طبعا تعتبر انتقاليه بين المرحله الثانويه الى المرحله الجامعيه. نعم. يحياها الطالب بكل جوانبها مع اسرته مع اصدقائه، وكثير من الطلاب سبحان الله اللي ما يعيها بالشكل الواقعي لها يعيش تحت ضغط ويخسر متعة حياتها هذه. ففي البداية احنا نحب نأكد على جميع الطلاب وأولياء الأمور على مبادئ أساسية يجب أن نفهمها ونقف عليها حتى نتجاوز هذه المرحلة بإيجابيتها الكاملة. أول نقطة طبعا تعتمد على أن نجاح الابن في المرحلة الثانوية يعتبر بداية جديدة لحياته، بداية جميلة وسعيدة عليه أن يستمتع بها ويعايشها مع أهله دون ضغط أو توتر أو قلق. كذلك نعم. من الأمور الهامة أن الابن، سواء الابن أو الابنة، نوجه لهم رسالة: أنتم مقبلون على مرحلة جديدة، مرحلة رائعة من الإنجازات، ارتقوا سلم النجاح والتفوق والتطور بمتعة في حياتكم، تمتعوا بالإنجازات بحرية، المستقبل أمامكم وخياراتكم متنوعة وأنتم أصحاب القرار فيها. كذلك أهمس أمسة هامة لأذني الأب والأم الوالدين، وأقولهم أن الدراسة والاجتهاد والنجاح والتفوق هو اختيار شخصي بحت لأبنائنا، وهو اختيار ذاتي لكل منا أيضا يستمتع بممارسته وإنجازاته ويهديه لنفسه. ما في أي حد له فضل في ذلك إلا نحن كأباء وأولياء أمور أن نبارك هذا النجاح ونتمتع فيه مع أبنائنا وندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله. جميل. كل منا لديه ميل يتحول إلى مهارة، يتحول بالتدريب إلى حب وشغف، ويتحول إلى إبداع وتميز مهما كانت هذه المهارات بسيطة، يجب علينا تقديرها. طيب هند، يعني خلينا نتكلم شوي على موضوع أن أنا عشان أختار تخصص معين، هل هالشيء يبتدي في المرحلة الإعدادية في المرحلة الثانوية؟ شنو الأشياء اللي لازم أراعيها؟ لازم أشوف يعني التخصصات الأساسية اللي هي مطلوبة في الدولة؟ نعم. أي. طبعا هذه مهمة جدا أن على الأبناء الأباء أنهم يكتشفون مهارات الأبناء وميولهم منذ الصغر. وغالبا من أبنائنا طبعا لهم هذه التوجهات، أحيانا للأسف يعني لسوء التوجيه الأباء والأمهات حتى يشاركهم المعلمين في ذلك قد يكسرون هذه المهارات أو هذه الميول أو هذه الإبداعات عند الأبناء، ومنهم من يكتشفها فعلا وبشكل غير مباشر يوجهها. طبعا شخصية أبنائنا في هذه الفترة هذه من الزمن تختلف مع الإطلاع ومع وسائل التواصل الاجتماعي ومع التكنولوجيا الحديثة، بدأوا هما يعني تظهر عندهم مهارات حتى أكثر من أبنائهم، إبداعية في مجالات كثيرة، لكن عليهم أنهم ما يلخبطون في الاختيارات هذه.
كل منا لديه إبداع، وأحيانا تكون المهارات بسيطة جدا جدا لكنها تقدر. يعني مهارة الدكتور في إجراء عملية، طبيب في إجراء عملية دقيقة، أيضا تتوازى معها مهارة الـ مثلا نقول التكنولوجي البسيط، الكهرباء البسيط في إعداد جهاز أو تصليح أسلاك، أو هذه مهارة قوية جدا، وهذه كذلك مهارة قوية جدا. لكن البعض ينظر لبعض المهارات بدونية، فعلينا أن نقدر أبنائنا كما هم بكل المهارات، مع طبعا أهمية اكتشاف حاجة السوق وحاجة البلد والاحتياجات المهارية اللي يحتاجها الوطن حتى يقوم على أسس قوية بأبناء الأقوياء إن شاء الله. هندي، يمكن أنت ذكرتي موضوع اللي هو تدخل الأهل أحيانا في اختيار التخصص، ممكن أيضا يربك الطالب سواء حتى من الناحية النفسية أو حتى يأثر على مستواه الأكاديمي. شو ممكن الطالب يوفق بين رغبته وبين رغبة الأهل، أو حتى مثلا شنو الرسالة اللي لازم نوجهها للأهل في هالجانب؟ هذه أمر جدا جدا مهم صراحة، أكلم يعني أوجهه لنفسي ولكل أب وأم. نعم. إن أبناءنا سبحان الله أحيانا في هذه المرحلة خاصة يحدث عندهم نوع من الاضطراب التوتر، ففي منهم مثلا من يعتمد على والديه في الاختيار، في منهم من مثلا يلجأ لأصدقائه أو المعلمين أو أحيانا الأهل أو مجموعة مثلا يدخل عن طريق النت، العلاقات اللي مثلا تواصل مع أصدقائها من خلال النت. أنصح أبنائنا الطلاب بالإطمئنان، عدم التوتر، البعد عن القلق، عدم التشتت، هذه بداية جميلة لحياة ومستقبل جديد. والاختيار فيها فيه مرونة كبيرة جدا جدا يجب أن يتمتع بها الطالب ويعيشها بلحظاتها الحلوة. تحديد التخصص عبارة عن مرحلة اعتيادية يمر بها كل منا في هالمرحلة، وهي مثل ما قلنا مرحلة مرئنا تبدأ وممكن تغييرها، مش مرحلة نهائية وقاطعة وختامية. أيضا أوصي الأباء والأمهات أنهم يتركون مجال للأبناء أنهم نخفف عليهم التوتر، نخفف عليهم القلق حتى ما يسيئون الاختيار ويكون الاختيار بناء على رغباتنا إحنا فيفشل بعدين الطالب. نساعدهم بالتوجيه الغير مباشر، نساعدهم على اكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال البرامج، من خلال الوسائل المفتوحة لهم الآن، حتى عن طريق الجامعة، جامعة قطر، عن طريق برنامج الابتعاث في وزارة التنمية والشؤون الإدارية. في مجالات كثيرة تساعد أبنائنا وتساعدنا إحنا كذلك على أن نعين أبنائنا أنهم يتخذون المسار الصحيح. جميل جدا. طيب خلينا نتكلم شوي عن الطلاب، يعني مثلا تلقين الطالب يدخل المرحلة الثانوية وحتى مثلا لو سألتي شنو تبي تصير، شنو تبي تدرس، يقول ما أعرف، أو مثلا ما أدري شنو أحب. ويمكن هاي يقودنا أن في مقولة أن إذا الشخص أحب شيء أبدع فيه، أو العكس أيضا إذا أنت أبدعت في الشيء ممكن تحبه. طيب هني شلون يعني ممكن نقدر نساعد الطلاب لاكتشاف ما يسمى الشغف أو الشيء اللي يحبونه؟ نعم، هني ننصح أبنائنا طبعا الطلاب بكثرة الاطلاع، والاطلاع اللي يتبعها أيضا حوار ونقاش. نطمئنهم أن الجامعة هي مكان يكتشف فيه الطالب نفسه، أول مكان يكتشف، هو ما يكتشف قبل ما يدخل الجامعة. نعم. لما يدخل الجامعة في محيط هذا الحرم الرائع والاختيارات والتنوع والعلاقات الطيبة والعلم، ويكتشف ذاته ويكتشف مهاراته، وبيساعد هذا المكان على اكتشاف ميوله أكثر التفاعلية من خلال الدراسة والاستيعاب. طبعا الشغف أمر مهم جدا جدا نكتشفه، كل منا يكتشفه من خلال التجارب الفردية والخبرات اللي يكتسبها الفرد. يعني لما يكون متطوع في برامج معينة ممكن يكتشف مهاراته وشغفه في اهتمام جانب في جانب معين. أيضا إذا عمل خلال الفرق العمل مثلا التدريبية، الدورات التدريبية، البرامج الأونلاين مثلا المفتوحة النفعية، القراءة، الاطلاع، كل هذه تنمي شغف الإنسان وتضيء إلى إضاءات توضح له أين أنت وماذا ستكون وما هي اهتماماتك. هذه كلها أحث أبنائنا طبعا على خوض الاختبارات اللي تقيس المهارات وتحدد مستويات الأداء، وهذه الميول كلها مجموعة عبارة عن مجموعة أعمال يجب على كل منا أن يستمتع فيها، ينجذب لها، يعرف أهميتها بالنسبة له، ويكتشف من خلالها مهاراته وميوله، فيكتشف الشغف الذي يتعلق بقلبه اتجاه جانب معين أو مهارة معينة أو علم معين. واليوم يمكن بعد هند أصبحت الأدوات يعني سهلة ومتوفرة، وفي جهات تدعمها يعني سواء من خلال وزارة التعليم. خلينا نتكلم شوي عن دور المدارس في هالجانب. نعم،
اللي أنا عارفة والله من خلال خبرتي مع المدارس أنهم في كثير يعني في المراحل الثانوية يوجهون الطلاب من خلال مثلا المعارض المهنية يعلمون يعرفونهم بأهم المعارف الحديثة. كذلك في عندنا إحنا كثير مثلا من التوجهات في جامعة قطر مثلا عندنا قسم الإرشاد الأكاديمي يقدم خدمات قوية جدا تساعد الطلاب للتعرف على ميولهم واختيار اتجاهاتهم الدراسية. في أيضا عندنا ممكن عن طريق برامج النت المفتوح حاليا في اختبارات كثيرة متنوعة قد يقرأ عنها الطالب ويطلع عليها بهدوء وبتروي وباتساع مدارك. مثل مثلا على سبيل الذكر يعني للحصر مثلا في اختبارات مثلا مجرد أن يكتب اختبر ميولك لتعرف تخصصك بيجد العديد من الاختبارات المجانية اللي ممكن يدخل ومن خلالها يقرأ ويحاور ويناقش ويكتشف ميوله. كذلك في اختبارات مثلا بمسمى اختبار تحديد التخصص الجامعي المناسب. أيضا في عندنا مخطط معروف اسمه مخطط هولند، وهو هذا المخطط من خلال يعني يقدم نوع بسيط من الاختبارات تحدد ميول الفرد وبهدف معرفة تخصصه المناسب. وهي الأدوات كثيرة يعني نعم كما ذكرتي. طيب هند في النهاية عطينا نصايح للطلاب ممكن اللي يسمعونا حول اختيار التخصص. نعم طبعا مثل ما تقدم وذكرنا أن الأمر هذا اختيار خاص للأبناء. أوصي أبنائي لا تخاف لا تتردد لا تعرض نفسك للضغط لا تقلق لا تتوتر ابتعد عن التشتت اطمئن استشير واختار. الاستشارة مهمة، استشير مثلا أسمع إلى أصدقائي أستمع إلى زملائي أستمع إلى والدي، لكن القرار الأول والأخير هو قراري أنا. تمتع أكثر، لا تخسر هذه المرحلة الممتعة من حياتك، كل الخدمات متوفرة لاختيارك، اختار ما تشاء وانتقي ما تشاء وعط نفسك الوقت الكافي حتى تستمتع بهذه المرحلة. الجامعة مكان رائع تشعر فيه بقوتك، تشعر فيه بذاتك، تكتشف فيه مهاراتك وتكتشف فيه قدراتك. مرحلة جديدة انطلق من خلالها لاكتشاف هذه المهارات والميول والقدرات، وتأكد أن أنت الوحيد صاحب الاختيار والقرار. المجال أمامك مفتوح، استمتع بالتجربة، عشها بحرية كاملة دون خوف، اطمئن وتوكل على الله، فالتخصص يمكن بإذن الله تغييره في أي وقت وهو مرن جدا إن شاء الله. وأيضا عيش هذه التجربة بمتعة. هند المطوع استشارية تنمية بشرية، شكرا لك. الله يجزاك خير، يا مرحبا، جزاكم الله خير على المشاركة. مشاهدينا ومستمعينا فاصل قصير، من بعده نكمل معاكم ما تبقى من فقرات الصباح رباح، خلكم ويانا. حياكم الله من بعد الفاصل المشاهدين والمستمعين الكرام. فعاليات عديدة شهدها الملتقى القطري المؤلفين عن بعد خلال شهر يونيو، التفاصيل في التقرير التالي نتابع. مبادرات الملتقى القطري للمؤلفين لا تعد ولا تحصى، ففي شهر يونيو نظم الملتقى العشرات من اللقاءات والجلسات والمحاضرات التي شكلت إضافة نوعية للساحة الثقافية القطرية، ومن أبرزها مبادرة اقرأني فإني هذا الكتاب، ومبادرة سأحكي لكم، وكذلك مبادرة اخترت لكم من مكتبتي، ومبادرة أدب الطفل. روافد معرفية مختلفة تتقاطع كلها في الرقي بالنشاط الثقافي للمؤلفين والمهتمين من خلال استضافة أدباء وكتاب ومثقفين للحديث عن آخر إبداعاتهم ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الشأن الثقافي في قطر. وفي نفس الاتجاه نظم الملتقى مبادرة العيادة اللغوية ومحاضرات تهدف إلى تطوير اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية القطرية. كما واكب الملتقى القطري للمؤلفين في شهر يونيو مختلف المواعيد العالمية بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين لإبداء آرائهم والاستفادة من نصائحهم في مواضيع شائكة تحتاج لمقاربات اجتماعية وثقافية واقتصادية كمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها وظاهرة اللجوء وما يحيط بها من تحديات.
حياكم الله. من بعد الفاصل وفي ذات السياق أيضا، نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي لا يحدث عشوائيا بالاكتفاء بالنشر بلا وعي، فصناعة محتوى مميز يعد من أهم المهارات التي يجب أن تتقنها في الشبكات الاجتماعية في العالم الافتراضي. تعرف على كيفية صناعة المحتوى إدارته على مواقع التواصل الاجتماعي معنا دلال العقيدي، كاتبة ومدربة في مجال التواصل الاجتماعي. صباح الخير يا دلال. صباح النور. صباح الله بالخير أخت حنان اليافعي، يعطيك ألف عافية أنت وجميع العاملين على البرنامج وجميع المشاهدين والمستمعين. يا مرحبا دلال. في البداية يعني كلمة المحتوى ما المقصود بها؟ المحتوى بكلمة ببسطة هي كل ما تقدمه لجمهورك على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما تقدمه من صور، مقاطع فيديو، أخبار، انفوغرافيك، فيديو كرافيك، ما لا نهاية من المواد الإعلامية اللي تنشرها، كلها تقع جميعها تحت ما يسمى بالمحتوى. نعم. طيب دلال، قبل صناعة المحتوى لابد من فهم الاختلاف بين وسائل التواصل الاجتماعي، شنو هالاختلافات؟ مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قلت أخت حنان كثيرة، اليوم عندنا فوق 200 موقع الأكثر استهلاكاً، وهم يمكن فوق سنوياً من 5000 إلى 8000 موقع وقاعدة تزيد النسبة، مختلفين أكيد في الخصائص، المميزات، العيوب. كل موقع له اهتمامات معينة، مثلاً على سبيل المثال عندك العملاقين اللي هو الفيسبوك وتويتر، يصنفون اليوم في أعلى ترتيب للمواقع الأكثر زيارة. مثلاً الفيسبوك تلاقينا أكثر في خصوصية بحيث يسمح للمشتركين أن مثلاً يشاركون حياتهم وحالتهم مع أصدقاء محيطين معينين مقربين منهم. أما تويتر فإنه يتميز بالجدية، وأن متابعينا أكثر يلجؤون مثلاً للأخبار، متابعة الأنشطة المحلية والعالمية، متابعة الأحداث العالمية، أخبار سياسية اجتماعية أكثر جدية. المحتوى اللي يشاركونه مثلا المتابعين في تويتر أو المغردين في تويتر أكثر محتوى عام لا يتسم بالخصوصية. عندك مثلا مواقع أخرى مثل اليوتيوب وإنستغرام، هي مواقع تختص بالصور، نشر الصور والمقاطع الفيديو. هناك عندك الواتساب، عندك تطبيقات مختلفة، كل تطبيق يتناول جانب معين أو يختص بمميزات معينة تختلف عن التطبيق الآخر، وبالتالي له شعبية عند فئة معينة من الناس أو فئة معينة تحدد مميزاته أو صفاته. طيب دلال، اليوم يعني في عالم الإنترنت وعالم وسائل التواصل الاجتماعي، المحتوى اليوم أصبح يعني من الصعب التحكم فيه، يعني إحنا نشوف منشورات مختلفة، وسائل تواصل مختلفة، قمنا نشوف أيضا تنافس وتسارع غير مسبوق لنشر المحتوى. طيب شلون أنا أقدر أنشر محتوى هذا يكون مفيد وفي نفس الوقت ممكن فيه الجانب الترفيهي أيضا؟ هل في خطوات معينة لازم نمشي عليها؟ في خطوات أكيد، وهي خطوات سهلة يمكن مع الممارسة الواحد يتعود عليها وتصير بشكل أوتوماتيكي يعني يتقنها. خطوات بسيطة، يمكن مجرد قلم أنه هو يحدد استراتيجية معينة للنشر. تبدأ بمثلا أنت راح تنشر اليوم مادة معينة على موقع معين، شنو الهدف اللي أنت محددة لنشر هالمادة؟ هل هو هدفك مبادرة، خبر، تنويه، دعاية، إعلان؟ فتبدأ المرحلة الأولى اللي هي تحديد الهدف، ثم تحديد الجمهور، هل الجمهور هذا راح يكون نساء، رجال، أطفال، عمال، عاملين، فئة عمرية معينة. بعد ما أحدد الجمهور أحدد المحتوى، شكل الرسالة اللي راح أطلعها، صورة، فيديو، انفوغراف، فيديوغراف، وبعدها في مرحلة تحديد الوسائل. تحديد الوسائل ما يكون عشوائي مجرد نشر في جميع المواقع اللي أنا أحتاجها، مش بالضرورة أنا أحتاج النشر في كل المواقع، حتى لو أنا أملك كمؤسسة أو شخص كل المواقع، أختار الوسيلة الأنسب حسب الفئة اللي أنا حابب أوصل لها. وأخيرا لمرحلة الإخراج والجرافيك والإبهار وتوصيل المعلومة للفئة المستهدفة. نعم. طيب المبسط بدون ما تعمق يعني في الخطوات.
جميل جدا دلال. دلال يعني ممكن سواء كان حتى على مستوى مؤسسات او حتى على المستوى الشخصي ممكن صحيح. في حد يكون عنده محتوى جدا رائع، لكن ايه الخطوه الاخيره في الاخراج؟ يمكن الخطوه هذه تنسف كل اللي سواه. صحيح. فشلون تقيمين هالخطوه، خطوه اخراج المحتوى نفسه؟ مثل ما قلت الخطوة هي تقيم جميع المراحل اللي سابقة، يعني ممكن تهدم العمل أو الاستراتيجية كلها، أو ممكن أنها هي بالعكس تحقق الفائدة والهدف والتارجت. مرحلة مهمة مرحلة الإخراج، لأنك أنت راح تخرج المادة، راح تخرج تعب كل المراحل السابقة من تحديد الهدف والجمهور والوسيلة، كل الدراسة اللي أنت أعدتها. الحين المرحلة راح تكون المرحلة الفاصلة في نجاح مبادرتك، حملتك، دعايتك أو لا. مرحلة الإخراج كثير مهمة أن احنا نركز عليها، كثير مهمة أن احنا نبهر الجمهور أو نوصل للفئة المستهدفة. مثلا إذا كان أطفال، كيف أنا أوصل معلومتي وأخرجها بالشكل اللي أنا أأثر في هذا الطفل أو أأثر في هذه المرأة أو أأثر في هذا الرجل حسب الفئة العمرية. فمرحلة الإخراج هي مرحلة تعتمد على جميع المراحل السابقة، وهي المرحلة اللي تحدد نجاح كل المراحل اللي أنا أنشأتها ودرستها من قبل. دلال ختاماً، شنو أهم وصية حابة توجهينها لصناع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نصيحة الأهم اللي هو ادرس محتواك مثل ما قلت سابقاً، وفي مرحلة لا تقل أهمية اللي هو بعد ما أنت تنشر اللي هو الفيدباك وقياس رجع أثر رسالتك اللي أنت نشرتها. يعني مجرد النشر لا ينتهي دورك كناشر أو كمغرد أو كمحلل أو كناشر على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. بعد النشر تبدي مرحلة لا تقل أهمية اللي هي مرحلة قياس ورجع الأثر. لازم تقيس أثر التغريد أو أثر النشر والبوستنج على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مواقع كثيرة موفرة هالخاصية، وهالخاصية متوفرة في تويتر والفيسبوك وإنستغرام نفسه، والخاصية مجانية تقرأ مؤشرات وقراءات تعطيك انطباع إذا أنت ماشي ضمن خطة صحيحة أو محتاج تعدل خطتك. قياس الأثر وايد مهم، لازم يهتمون فيه مديري مواقع التواصل الاجتماعي واللي يديرون الحساب. نصيحة ثانية بعد لا تقل أهمية أحب أكد عليها قبل ما أنهي حواري، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع للتواصل باتجاهين. يعني أنت مو موجود في مواقع التواصل الاجتماعي فقط للنشر أخبار معينة عن مؤسستك أو عن جهازك أو عن شركتك أو عن مهاراتك. لازم تتواصل مع الجمهور في الطريق المباشر أو في الفيدباك، لازم تأخذ انطباعاتهم، تعطي من الجهتين، تتواصل من الجهتين. هي ليس محطة إخبارية من جهة واحدة مجرد أنك أنت تنشر خبر وتختفي، لا، لازم تتجاوب مع الجمهور. لا لا، لابد من التفاعل، لابد من التفاعل، ترد على الجمهور استفساراتهم انطباعاتهم. لازم يحسون اللي هو 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 تواصل اجتماعي، يختلف عن مواقع التواصل الإعلامية التقليدية اللي هي في اتجاه واحد. دلال العقيدي، كاتبة مدربة في مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لك. مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من الصباح رباح. لأي اقتراح أو استفسار يمكنكم مراسلتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. أتمنى نكون قدمنا لكم محتوى ذات قيمة وفائدة وترفيه أيضا. نشوفكم على خير مع مواضيع وفقرات متنوعة في الغد. مع السلامة.